جماعه انا عملت في نفسي كارثه. قررت ان انا اروح احضر يوم كامل مع ابني في المدرسه. كلمتهم يا جماعه انا عايز احضر معاه اليوم بالكامل من اوله لاخره. قالوا لي اوكي تعالي. ركبنا الباص الصبح الساعه 6:15، تخيلين، عشان نوصل المدرسه 7:30. صحيت من النوم اصلا 5 عشان اعرف اجهز واجهزه. بعد ما وصلنا المدرسه قعدت معاه اليوم كامل من اوله لاخره. طبعا تحملت كميه صداع ما عدتش عليا في حياتي كلها، وفضلت اعدي في الدقايق دقيقه دقيقه عشان تعدي الدقايق، بجد ما بتعديش. وافتكرت نفسي لما كنت طفله صغيره انا ازاي كنت بستحمل العذاب ده. لا الموضوع صعب صعب صعب. جت الساعه 2:15 اخيرا، ركبنا الباص 2 اتحركنا، وصلت البيت 3. متخيلين ساعة كاملة الباص عمال بيلف، بلاد تشيلنا وبلاد تحطنا وعمالين بنلف. والله العظيم احنا لفينا مصر كلها. الطفل بيتحمل كل ده ازاي بقى؟ انا نمت اصلا في الباص، روحت البيت نمت قتيلة قتيلة بجد حرفيا لحد تاني يوم الصبح. وكل ده انا مشفقة على ابني حبيبي ونور عيني جدا، وفي الخلفية بقى في دماغي اغنية حقك على عيني يا ابني يا نور عيني. والله يا روح قلبي يا حبيبي بينزل 6:15 ويوصل البيت 3. انا مش متخيله برضو المس نفسها بتاعت الباص المشرفه ازاي بتخرج من بيتها 5 الفجر عشان تروح 4 العصر، وفي الاخر اصلا بتاخد كام. الموضوع يا جماعه بجد يستحق النظر. يعني في حاجات كتير قوي بتحصل في حياتنا احنا مش واخدين بالنا منها، مش مركزين معاها، عشان جاست مش بتحصل لنا، بتحصل لناس تانيين. فاهمين دي معاناة فظيعة. انا شفت معاناة الاطفال في الباص، نايمين وتعبانين ومفرهدين ولا الموضوع صعب صعب قوي. يعني انك تفضل تلف بالباص وكل شوية ينزلوا واحد ارهاق 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 مش طبيعي.